مي قليل، كهرباء ماكو، يعني خبز ماكو، هسه ما خبزنا، اكو خيم من تمطرت سكت ما يعني انشلعت وقعت. البارحه الليل كل ما نمنا قاعدين انت الخيمه تاعت شوك تقع فوقنا. كم فقط ثاني؟ هناك واحد زائد واحد أربعة من الباب. والناشد الحكومة إذا عندها غيرة يكفي مذلة لنا. توجد حالات مرضية تحتاج إلى علاج طارئ، لكن لا توجد إسعاف تنقلنا إلى أربيل. أريد أن أدرس طب الأسنان وأكون ناجحا وأعالج التسوس ومستقبلي ناجح. أوجه رسالة للمجتمع، هذا الطفل يجب أن يكون له دور في المجتمع، وعلى الحكومة أن تأخذ في نظرها مشاريع لهذه الفئة. أبرز الصعوبات اللي واجهت نحن وخاصة أثناء الحرب من 2015 طبعاً ميزانيات تم توقيفها، ونحن نأمل من السلطة المحلية الآن والشرعية أن يعطوا اهتمام خاص لذوي الإعاقة. إلى الآن بعض الجمعيات والمؤسسات منذ حوالي سنة لم تستلم الرواتب التعاقدية أو الميزانيات التشغيلية، ولكن هذه الأمور سوف تحسم قريبا، وأنا في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. كثير انه احنا بيطلع معنا اطفال الصبح على المدرسه من دون اهاليهم، يعني طبعا احنا انت عارف انه احنا حسب انا مسيرتي كيف انا بكون بمشي، هذا ببين عند الشركه وعندي وعند الكاستمر. نعم، نتعاون مع الحكومة من خلال مباحثات ونقاشات بشكل مستمر، ونرجو أنه تكون إن شاء الله تعليمات بأسرع وقت ممكن تخرج على أرض الواقع لترخيص هذه الشركات المتعلقة بالتطبيقات الذكية.
درسنا كل الاحتمالات، فمعدل طول أعمدة الجسر 18 متراً ما يسمح لأطول حيوان وهو زرافة بالعبور من تحته. المحميات هدفها حماية الحياة الطبيعية، لذلك لا يجوز أن تنتهك بأعمال بناء من أي نوع، سواء شقت أراضيها أو مرت من تحتها أو حتى من فوقها. ثلاثة عوامل ساهمت في انتخابها. الأول هو اتفاق جميع أطياف الشعب عليها، وثانيا كونها امرأة، فهي أول امرأة مسلمة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب، وثالثا كونها عالمة معروفة. I have a weekly meeting with the Prime Minister. لدي اجتماع أسبوعي مع رئيس الوزراء، حيث يطلعني على أهم المستجدات في البلاد. أناقش معه قرارات الحكومة، وفي هذا الاجتماع أخبره عن المسائل التي تقلقني، وكذلك عن بعض القضايا التي نحرز فيها تقدماً. I can cut some of these fruits there. En las dos grandes ciudades donde se concentra este turismo de calidad nos permite. Yo creo que hablar de que España es una este turismo tiene una gran ventaja y es que. Hola, buenas tardes, soy Miguel San. Porque es el que más gasta del mundo. السائح الصيني هو الأكثر إنفاقاً في العالم. تشير المعطيات الموجودة لدينا إلى أنه ينفق $1,000 يومياً في إسبانيا. نحن نبحث عن السياح الذين يندمجون ويستمتعون في مدينتنا، والتحدي الذي نواجهه هو تفادي تحول مدينتنا إلى حديقة للملاهي وأن تختفي الحياة كما يحصل في مدن كفينيسيا. Esta colección
يمكن مش هجمع.